هذا التشنج فيه 24 24 ساعة موجود الحين؟ ايوه. لكن انت ما يقدر تجرب يعني بدون حرك؟ لا والله مشكلة. ليش مشكلة؟ لا بس سؤال يعني، اكيد سبب هذا من الرقبة بس، لكن الله اعلم. ان شاء الله شوف جرب، هذا اول يوم صحيح، اكيد يجي فايدة اذا انت تسوي شوية علاج يعني استمر، اكيد يجي فايدة. اوكي اليوم الثالث يوم، يعني اليد آخر بس في شوي حرك الحين، ما في كامل يد. أول في كامل صحيح؟ اليوم يوم أربعة، أوكي؟ اليوم في شوي يد، في شوي حرك زيادة. مثلاً من أمس زين، لكن اليوم شوي زيادة. إن شاء الله شوف. نمر في نجنا. ما تعمل 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 ما تعمل